لسان حال السيدة رقية تقول هذاك اللي يحسب الجارخ ومو جارش عمل والحافر على الصدر هذاك اللي يحسب الجارخ مو جارش عمل والحافر على الصدر موجر هبتهن من نذان وصحت عليك هبتهن من نذان وصحت اطلبهن وانا فكنهن بدي تجاوبها السيدة زينب عليها السلام تقلها نادي لخياتك خنصرن براي نادي لخياتك خنصرن براي ايش ما له وقت خنصرن علي 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 نادي لخياتك خنصرن براي ايش ما له وقتي علي علي عاون ضايع خنصرن علي عاون ضايع خنصرن القبل يلعب بتركية رقيه